طب خليه وبعدين نرجع للظواهر دي عشان النقطه ارجع لحضرتك عليها طبعا ونتكلم. هو يمكن برضو استاذ خالد ممكن لو يتكلم معانا في الجزئيه دي، لان طبعا لما بتطلع كمان في الاعلام بتبقى شيء صعب جدا جدا. استاذ خالد ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن. ازيك؟ تحياتي ليك، تحيات دكتور وليد الفيل. تحياتي للدكتور وليد. اهلا بيك يا استاذ خالد. يعني احنا بدايه كنا بنتكلم على بعض الظواهر اللي موجوده في الاعلام والاعلام الرياضي بالاخص، خصوصا ان احنا داخلين على مراحل في الانتخابات، سواء بقى في كل الانديه المصريه لتصحيح الاوضاع قبل نهايه السنه. كل الامور دي بتشوفها بتبقى صعبه جدا في الاعلام الرياضي، او مناقشتها بشكل ما صعب يا دكتور خالد او استاذ خالد. بص حضرتك، هي الاول عشان اتكلم كلمه الاعلام، هي المشكله تلخص في انها استحق بالاعلام ونسب الى الاعلام والاعلاميين ما كان من الممكن ان هو يتخيل او يصدق ان هو ممكن يبقى في عمر. الأول كان المذيع مثقفا ومثقفا، الآن أصبح جاهل الألعن من الأفتين دول أن دخل الميديا. للأسف كنا إذا كان الأمور جهل فقط فكنا ممكن الجاهل ممكن نشوف له حل نعلمه، لكن المغرض وصاحب المصلحة هنعمل معاه إيه؟ النهارده بقت في كارثه كبيره. يعني انا هقول لك، انا كصادفت وانا معروف ان انا اهلاوي وعضو جمعيه عموميه طبعا، تمام. انا صادفت الاسبوع الماضي احد الاشخاص اللي كنت بحبهم جدا جدا لحبهم للاهلي، فبقول له يا كابتن يا استاذ، منذ متى والنادي الاهلي يعني ينشر غسيله الغير نظيف على الشاشات؟ ومنذ متى رئيس النادي الاهلي بتتلكاه الالسن؟ ومنذ متى؟ فما ان وجد الا صياح وضجيج وكده. فانا بقول بصراحه، كيف يكون يا كابتن اعلام يبدا من سن السبعين؟ بالله عليك، لما انا يبقى اعلامي يبدا من سن السبعين؟ احنا بداناها في اوائل العشرينيات، وكان اساتذتنا الاستاذ جلال معوض والاستاذ حمدي انديل والاساتذه الدكتور. طبعا كيف يكون إعلامي بدأ في سن السبعين وإعلامي آخر كاد أن يتسبب في كارثة بين بلدين شقيقين؟ لأن أنت أعطيت الهواء والميكروفون والشاشة لمن لا يدرك. فالنهاردة أنت لا تستغرب عندما تجد اليوم في أحد الصحف المحترمة وتجد مغالطات تصل إلى حد النفوذ، والكل يعلم أن ما يكتب وما يعلن دي كلها أنت حضرتك استفدت من هذا المكان أو هذا المجلس فأنت معه. أنت النهارده لم تستفد فأنت ضد، والأمور واضحة. فهي الأمور عشان نقول الخطاب الإعلامي، هي الكارثة جاية من حاجة بسيطة، أن تنتسب إلى الإعلام ما كان يجب أن ينتسب إليه، والنهارده بقت الأمور واضحة جدا. كنا زمان من كام سنة نقول الإعلام والإعلام. النهارده بقى الاعلام هو، طب انا بالله عليك، كان زمان في خيشه ومصداقيه بعض الشيء، او على الاقل بنحاول ان احنا نداري. تخيل النهارده لما البلازما وراك والاعلان الرئيسي لبرنامجك اللي انت بتصرف منه على برنامجك هو اعلان منافس لجبهه انت طالع طول اليوم تسب فيها. طب يا اخي داريها يا اخي، خلي فيه شويه خيشه. لكن الامور بقت واضحه. زائد كمان في حاجه، ودي الحاجه افه برضه يجب ان احنا ندركها، ان حتى امتلاك بعض القنوات لرجال الاعمال افقد كثير جدا من الاعلام مهنيته. يا سيدي الفاضل، عندما تكون العلاقات بين الوكالات الاعلانيه ورجال الاعمال وبعض المرشحين، تخيل انت ممكن تلعب في هذا الجو ازاي؟ لكن ده مش معناه ان انت تقعد تحط ايدك على خدك، لا. لازم النهارده طبعا انت مش هتقدر تجابه تلك الطغمه الكبيره جدا والملايين. يا سيدي الفاضل، انتخابات الانديه اصبح يصرف فيها اكتر من انتخابات مجلس الشعب. النهارده لما اجي الاقي حمله بملايين، طب انتوا عايزين ايه؟ انا النهارده من المنطق بيقول انا بصرف من اجل ماذا؟ يا اما انا راجل اعمال وعايز اعمل دعايه ليا، يا اما انا راجل الله. يعني انا النهارده لما اجي كل شيء ايجابي معمول انت بتجتهد عشان
خاطر تسفه من هذا. طب يا سيدي ربنا بيقول قل هاتوا برهانكم. أنا النهاردة الأمور وأرقام واحد اثنين، ما تيجي نتكلم كده. وبعدين لما يجي الكذبة تتكذب، ما هي الكسف إيه بعد؟ الكذبة تتكذب ويصنع الكذبة وهو يصدقها. تخيل لما واحد بيقول لي اللي أنا هعتبر حاليا أقدم مذيع برامج رياضية في مصر. حقيقة. بعد صديقي العزيز الأستاذ هشام رشاد والأستاذ محسن نور. حقيقة. دول أساتذتنا وإخواتنا الكبار. طبعا. ربنا يديهم الصحه، لكن انا الوحيد. تخيل بيقول لي انا، يعني انت يا استاذ ابرق يرضيك الاعلام النادي الاهلي مختارك؟ قلت له بالراحه بس. لما نتحدث عن الاعلام تصمت. لما نتحدث عن اشياء تانية انت تتكلم. مختارك في ايه النادي الاهلي يا حبيبي؟ اذا كان النادي الاهلي مختارك ووصل الى تلك الحاله من البطولات والقوه والانشاءات، مرحبا بالاختراق اذا كان هذا الاختراق هيوصلني للي انا وصلت له. قلت لهم ما تقولوا حاجه كده الناس تصدقها. ويا سيدي اختار من توجه لي ده. كان زمان صديقي العزيز رحمه الله جلال عامر يقول لي يا خالد الان اصبح بعض الاعلاميين لا يعرفون الفرق بين الفعل الماضي والفعل الصالح. سيدي اللي انا عايز اقوله الخطاب الاعلامي هو ما فيش، هو مقصود حيب. مقصود عنه انا مقصود حيب. حقيقة يا أستاذ خالد، يعني أنا بعتذر حضرتك، أنا يمكن طبعا محتاج حلقة مع حضرتك بحلقة أستاذ خالد طبعا إعلامي كبير وإحنا بنتعلم مع حضرتك طبعا، ولكن أنت ماشي في جزئية طبعا أنا بحب أشاهدها. الله يخليك، وإحنا ماشيين في نفس اللاين. ودكتور دكتور وليد كان برضه يمكن كان ماشي في نفس اللاين. إحنا بعض الظواهر اللي كنا بنتكلم فيها